من الدمام مع الدكتورة دلال بوبشيت رئيسة قسم العظام في مستشفى الملك فهد الجامعي لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة دلال. إذا ما تحدثنا بشق صحي عن هذا الموضوع، هل ما زال العمل جاريا فيما يتعلق بإيجاد علاج؟ يعني طبعا لا نتحدث نحن على علاج متوفر بعد لشلل الأطفال. بسم الله، السلام عليكم وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. العلاج لشلل الأطفال للأسف يكون في المراحل الأولى. موجودة علاجات هي زي دواء ينعطى بيولوجي اسمه اميونوجلوبولين، بس للأسف الأغلب الأطفال يكون بداية الالتهابات ما تكون واضحة عليهم. اللي نشوفه نشوف النتائج بعدين، اللي هو تكون شلل في الرجل أو تكون في مشاكل في المفاصل. من يأخذ اللقاح هو الذي لا يصاب بالعدوى دكتورة دلال؟ تقريبا 1% اللي ظل انه ياخذ اللقاح ممكن انه يصاب، بس في جرعات تنشيطيه دائمه، خصوصا الجرعات الاخيره اللي على السنه ونصف والاربع سنوات، فنسبه الاصابه قلت في العالم زي ما حضرتك قلت في التقرير. صحيح، يعني توفير اللقاحات هو من العوامل او ابرز العوامل التي ادت الى هذا الانخفاض، يعني في التفاؤل ايضا بعدد المصابين بشلل الاطفال، وما الامور الاخرى المهمه التي تساهم ايضا دكتوره دلال؟ طبعا وجود اللقاحات والتطعيمات اللي صارت اجباريه في تقريبا جميع انحاء العالم هي اللي ادت الى الانخفاض، يعني صرنا ما نسمع ان احد مصاب الا في زي ما حضرتك قلتي في الدول الفقيره او الدول اللي صعبه يوصل لها اللقاحات نظرا للاوضاع السياسيه اللي موجوده. حتى الامم المتحده وال WHO لمنظمه الصحه العالميه مهم عندهم التطعيم، والتطعيم صارت اجباريه خصوصا انها عباره عن نقط بالفم سهله التخزين وسهله التحرك، يعني ممكن تتحرك فيها الواحد من دوله الى دوله. فالتطعيم هي طريقه الحرب الوحيده ضد شلل الاطفال والتي تم انجاح الحماية منها حول العالم. فاللي نقدر نسويه نحن نأخذ اللقاحات في أوقاتها ونحاول أن هي تنتشر في العالم. مكلف اللقاح؟ أبدا. يعني هي فقط العوامل السياسية الأمنية في بلد ما هي التي تمنع من وجود اللقاح؟ أيوة، يعني ما الناس اللي نشوفهم عندهم شلل أطفال هم ناس جايين من هذه الدول. نادر ان احنا نلاقي احد موجود في البلدان الثانيه اللي اخذوا لقاحات وجاهم شلل أطفال. لقاح واحد يؤخذ دكتورة دلال مره، لانه قلتي تؤخذ اللقاحات بوقتها، يعني اكثر من لقاح؟ ايوه، الجرعات هي عباره عن جرعه عند عمر تقريبا 6 أسابيع على عمر الشهر ونص، الجرعة الثانية على عمر 3 أشهر، بعدين الجرعة الثالثة على عمر 5 أشهر. الجرعات التنشيطية هي على عمر السنة ونصف والأربع سنوات. أها، أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من الدمام دكتورة دلال بوبشيت رئيسة قسم العظام في مستشفى الملك فهد الجامعي لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.